أما وزارة الإسكان فبدأت في طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان للأفراد بعد تقريبا توقف استمر لأكثر من سنة. خلونا نعرف بقى أكثر التفاصيل من مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. باشمهندس عمرو، أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك ومشاهدين سيادتك. طيب، أولا عايزة أعرف إيه السبب في إن حضراتكم بدأتوا أو يعني استأنفتوا طرح الأراضي للأفراد؟ طبعا حضرتك، طبعا في سبب رئيسي كان الظروف العالميه اللي كانت بتمر بيها مصر والعالم في خصوص كورونا والتنفيذ في المشروعات دي. كان مهم جدا ان يكون في تنفيذ كامل المدارس في الاراضي دي. والسبب الرئيسي والمهم اللي دايما بيعود على المواطن، احنا كنا بنبقى بنحب دايما نسلم قطعه الارض شامله المرافق وجاهزه للخدمات، بحيث ان هو يبقى فتره التنميه قليله، ما يبقاش ما ينتظرش فترات طويله علشان يبني قطعة الأرض ويستفيد منها هو وأولاده وأسرته اللي هتشتغل معاه فيها في المكان. فطبعا كنا محتاجين ناخد وقت لإعادة تخطيط المنظومة من تاني، نطرح مشروعات بشكل أكبر وبشكل مناسب، بحيث إنه المواطن اللي هيستلم قطعة الأرض يستلمها بفترة قصيرة جدا، شملت الخدمات وشملت المرافق على رأس القطعة، بحيث إنه يقدر يستأنف على طول البناء ويبدأ يستفيد من المكان، وتبقى معدلات التنمية أسرع في المدن اللي هيتم فيها طرح الأراضي. ما هي الأماكن بقى اللي هيتم فيها طرح احنا الأراضي؟ الإعلان إن شاء الله اللي هيبدأ يوم التقديم فيه، والكراسات هتنشر يوم الحد 19/6/2022 إن شاء الله الحد القادم. عندنا محافظات الصعيد، حوالي 10 مدن تقريبا، ما بين قطع أراضي في متوسط إسكان متوسط أو محور قطع أراضي إسكان متميز أو الإسكان الأكثر تميزا. إن شاء الله عندنا في المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة والفيوم وأخميم وأسيوط الجديدة وبني سويف، فيهم 1760 قطعة إن شاء الله في محور الإسكان المتوسط، وعندنا برضو حوالي 1740 قطعة في المنيا الجديدة وقنا الجديدة نفس المدن، بس فيهم نصر الجديدة غرب أسيوط وطيبة الجديدة زيادة عليهم وأخميمي الجديدة إن شاء الله، برضو فيهم 1740 قطعة في محور الإسكان متميز. الإسكان الأكثر تميزا إن شاء الله عندنا 1177 قطعة، آسف، في أسوان الجديدة وأسوهاج الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة، بإجمالي 3677 قطعة إن شاء الله في مدن الصعيد، طبعا ما بين مدن الصعيد القديمة والجديدة والمدن الجيل الرابع اللي تم إنشائها مؤخرا في آخر 5 سنوات. إيه هي شروط التقديم يا باشمهندس؟ إحنا طبعا عندنا شروط عامة، ما بين طبعا إنه يكون مصري جنسية ويكون فيه لكل مواطن يستفيد بقطعة أو الأسرة. بالإضافة لكده إحنا عندنا شروط تانية خاصة بقى بكل مدينة وخاصة بكل قطعة وبالمساحات. إن شاء الله بداية من صباح الأحد 19/6 هيكون على الموقع الإلكتروني اللي إحنا هنقول اللي هو hdb-reservation.com، هيقدر كل مواطن يدخل ينزل الكراسة الإلكتروني من على الموقع ويعرف المواقع فين ويعرف المواقع في كل مدينة ويعرف الشروط الخاصة بكل قطعة والمساحات المتاحة، بالإضافة للأسعار كمان، ودي حاجة ده مهمة جدا. بداية من يوم الأحد هنعرف كل التفاصيل دي 19/6 بإذن الله. طيب، وده ده حتى فيما يخص الأسعار حضرتك بتقول الكراسة بالكامل فيها الأسعار المساحات المواقع في المدن وشروط الحجز ومن امتى ان شاء الله التسجيل هيبدا ومن امتى التسجيل ده ان شاء الله هيبدا من يوم ما نفتح الموقع 19/6 ده تسجيل، وهيقدر يعرف منه برنامج التواريخ التقديم ان شاء الله في كل مدينه. انا بشكر حضرتك مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، شكرا لوجود حضرتك معانا.